عليكم. أنا هند محمد، كنت عايشة في لبنان ببيروت من بعد الكارثة، والحمد لله هلا دابا جينا إن شاء الله المغرب. كيفاش عشنا الكارثة؟ كانت كارثة مفاجئة، أول شيء مفاجئة، ثاني شيء صدمة، خاصة بيني وبين وليداتي وراجلي وأنا قريبة من الحدث شوية، لأن أنا جيت في برج حمود ببيروت، والله يعين اللي كانوا قراب أكثر. إحنا وتخلعنا وتفزعنا وعشنا الرعب كيف اللي كانوا قراب، الله يكون بعونهم. صعيبة بزاف 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 بزاف، ما يتصورش الواحد. ودابا نحكي لكم كيفاش جات الضربة وشنو صار فينا لحظة الانفجار. كنت أنا والزوج ديالي متكين في بيت نعاس، مدورين المروحة فرفارة يعني، لأنه كان صاد، كانوا هاد الوليدات يتفرجوا في الصالون، كانوا هاد الوليدات بيت نعاس ديالهم هما. من جات الضربة، أول حاجة جا واحد الصوت، حنا تخلعنا قلنا نضنا نشوف هذيك، ما قدرناش نوضو، يلا نضنا من نومسية. رجع الصوت تاني، يعني اللي جيت نجري انا للباب، ولادي جاو النص ديالهم والنص ديالهم بقاو تما. ضربت هذيك الضربة، تهزينا، تزعزعت الدار، ما قديناش نوقفو. جريت على هادو، دخلتهم البيت نعس، مشيت نجري بالجاشي طردق باش جبت هاد البنية الصغيرة، هذه كانت محطوطة في الناموسية. هاد البنية مسكينة مشات البيت نعس ديالهم باش تجيب شيبس، تجيب بطاطا. من ضربت طردق الجاج ديال البالكون، الجاج غليظ طردق وضربت في رجليها مسكينة من هنايا اللور، وجبتها حتى هي. المهم عتقت هادي وعتقت هادي، وهادو الوليدات جاو بوحدهم، بنتي الكبيرة جرات بوحدها، ما حاولت المساعدة. هاد اللحظة أنا اللي تنجمع فيها ولادي، راجلي كان تيشوف شنو واقع برا. لحقت تصدمنا وتفاجئنا، ما عرفنا انفجار، ما عرفنا طيارات تضرب فوق راسنا، لحقاش هادشي اللي تخيلناه جميعنا، جميع الناس ماشي عائلنا. شي تيقول صاروخ طاح، شي تيقول بوطه طردقات، حتى واحد ما عرف راسه باش تبلع. والعز والنصر سيدنا، العز والنصر، راك تاج راسنا من شفنا الطيارات باقصى سرعه وجابونا لبلادنا. لا عبدك لينا سيدنا، لا عبدك لينا، راك متفهم ماشي بدمنا، والله العظيم انا ولادي فداك بدمنا يا سيدنا. الله يحفظك لينا، والله يشفيك، الله يجعل ربي يشوف من حالك شفتي فينا وهربتينا لبلادنا. تنطلب منك تساعدني وتوقف معايا في مشكل، ترى راجلي باقي واعل تما. الله يحفظك ليا يا سيدنا، الله يجعل ربي تساعدني وتوقف معايا وتشوف هاد الخمسة د الوليدات. راني ما عارفة ما ندير، والله ما عارفة ما ندير، قسما بالله لا عندي سكنة لا عندي شي حاجة، ما عندي حتى شي حاجة، عندي الله وانت يا سيدنا والشعب المغربي والمحسنين. نوجه التحية للشعب المغربي خارج الوطن وداخل الوطن، سمحوا لي يا اخوتي راه عذبتكم معايا، شكرا بزاف على وقفتكم، الله يجازيكم بخير. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.